ايضا كروش بيرفض المجازفه بفتوح، ان شاء الله يرجع بالسلامه. فتوح عنده شد في العضله السمانه، ان شاء الله على دور 16 ان شاء الله بعد التاهل رسميا بامر الله بكره يبقى موجود مع الفريق بشكل رسمي. بكاري جسامه هيكون حكم للقاء الجزائر وكوت ديفوار، زي ما قلنا ماتش صعب جدا 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 من اصعب المباريات في هذه البطوله حتى الان. النهارده الزمالك بيخسر طبعا 2-0 امام فاركو، وبالتالي طبعا بيتزايل مجموعته في الوقت الحالي. اكيد طبعا كارتيرون حزين بشكل كبير على الهزيمه، وبالتالي طبعا سيصحح الاخطاء في الفتره القادمه. النهارده اداره نادي الزمالك بتحط كده يعني بنقول ايه، بتسهل الامور على فكره التجديد لاشرف بن شرقي، ان ما يبقاش عنده مشكله مع النادي، وبالتالي النهارده كان ليه مستحقات ليه على نادي الزمالك، مستحقات ليه داخل نادي الزمالك 12 مليون جنيه. النهارده نادي الزمالك بيحط له كده ال 12 مليون جنيه دول في البنك، وبالتالي ما عنده يعني عشان ده اخر يوم، اخر يوم لو ما كانش حط نادي الزمالك هذه المستحقات كان يعني يتيح لاشرف بن شرقي ان هو يعني يطالب بالمستحقات دي بقى في الفيفا ويبتدي يخش في مشاكل تانية اخرى، وبالتالي طبعا وفسخ العقد طبعا اولهم، وبالتالي نادي الزمالك يعني ضيع الامور دي على اشرف بن شرقي ان كان ممكن في دماغه اي حاجه تانية. النهارده 12 مليون جنيه كده بيتحطوا في حساب اشرف بن شرقي، حاجه حلوه طبعا 12 مليون جنيه بيتحطوا كده في حساب مره واحده. طيب